السلام عليكم، بارك الله فيك محمود المنصف. بعد انك يا شيخ مصطفى، في حديث اللي هو فرعون لما ادركه الغرق، فرعون لما ادركه الغرق جبريل جعل يدس في فمه. ايوه، هذا الحديث ضعيف الاسناد. لو رايتني يا محمد وانا ادس من طينة البحر في فم فرعون حتى لا يسلم قبل الموت، حتى لا يشهد الشهادة قبل الموت، هذا الحديث ضعيفٌ.